السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية، وانتم تفرجوا في الفيديو تاع اليوم اللي راح يكون ان شاء الله عن يوم معي في المطبخ وتحضيرات لعيد ميلاد ابنتي اللي قفلت 4 سنوات واللي نتمنى لها طول العمر والصحة. عيد ميلاد كان في اخر لحظة الصراحة، لاني ماشي من محب الاحتفالات بعيد الميلاد ملي كنت صغيرة هكذا، لكن بنتي صغيرة وما تعرفش هذا الشيء وحوسك صراحة حبيتها تغير شوية وتخرج من داك الروتين ونفرحها شوية ونعملها عيد ميلاد صغير بسيط لحسابها هادية. المهم بلا ما نطول معاكم، اجيو تشوفوا معايا الفيديو وشنو حضرت لها، وفي الاخير اكيد راح نشارككم الهدايا اللي عملناهم لها في العيد الميلاد، وفرجة ممتعة. اول حاجه بديت بها البنات صباح بكري من نوت، وهي مشيت نحضر لها الجينواز. ما شاركتش معكم الوصفه لاني كنت حطيتها في القناه وراح نخلي لكم رابط الفيديو. برك انا اليوم كبرت المول وعملت 2 ونقصت في شويه في المقادير، لكن الوصفه الاصليه ان شاء الله راح نخلي لكم رابط الفيديو وتشوفوا الوصفه تجيكم ناجحه ورائعه. واش عندي هنا؟ عندي بسكوي، راه عندي هنا واحد 270 غرام تاع بسكوي مطحون. هذاك راكم تعرفوا تاع القهوه، هذاك السامبل سنا نوري لكم النوعيه اللي نستعملها. انا راني مستعمله هذه، هذا هو. هنا باش نلمو راح نلمو فقط بالشوكولا وبحلوه الترك، يعني يجي واحد القول بنات سبيسيال كو رائع. هنا نحاول نفتت شويه تاع حلوه الترك، هذه مخدومه في البيت. الا راكم حابين عامله وصفتين ولا ثلاثه في القناه، وصفتين بعتقد في القناه تاع الطريقه تاع تحضير حلوه الترك في البيت. يعني تجي روعه. بنتي ما حبتنيش ملي خدمت بيديا، قلت لي ماما ما تخدميش بيدك. اوكي درك نبداو نضيفو في الشوكولا حتى تحسوا بلي العجينه ديالكم، ماشي العجينه، البسكوي ديالكم تلم. هذه هي، هنا البنات حبيت نشارك معكم هذه الفكره، وهي كيفاش تنحي وتشيز كيك من المول لانها صعيبه شويه. هنا واش جبت جبس كرتونه تكون شويه غليظه وغلفتها بالورق الالومنيوم كما راكم تشوفوا في الفيديو، ووضعتها هي في الطبقه السفلى هكذا باش من بعد ان شاء الله راح تشوفوا من بعد من تكمل الكيكه كيفاش تقدروا تنحيوها بكل سهوله وتحطوها في البلا ديالكم، وهكذا تجي بريزونطابل. من بعد وضعت البسكوي ديالي في المول كما راكم تشوفوا، وضغطت عليه يعني باش تقبض ديك لافورم ديالها، ودخلتها الثلاجه وخليتها ترتاح فقط 10 دقائق لانه الصراحه ما كانش عندي الوقت. بالنسبه للكريمه كيفاش حضرتها، مشيت جبت نسكافي كما راكم تشوفوا، حاولت نخفقها شحال ما خفقتوها مليح. لازم تحصلوا على رغوه يعني تكون خفيفه ماشي كلش الماء في الماء. عاد هنا من خفقتها باش ضفت لها كريم شيز، علبه تاع كريم شيز، ورجعتها حتى هي تنخفق، وضفت معها السكر. السكر قضيه الذوق البنات، يعني حتى في اخر مرحله تقدري تضيفي يعني الا جبرتيها ناقصه في السكر، وخليتها تنخفق. ومن بعد زدت لها البودر تاع الشوكولا، هذه الشوكولا تبع عندي جاهزه، تجي بودر في نفس الوقت فيها هكذا قطع تاع الشوكولا هكذا باش تعطيني داك اللون البني تاع الشوكولا مع نكهه النسكافيه، تجي روعه.
عاد في الاخير باش مشيت تنضيف كريم شونتيي، يعني وضعت الحليب بارد وضفت له باودر تاع كريم شونتيي وخليته حتى هو ينخفق للمره الثانيه، هكذا باش نتحصل على الكريمه اللي راني حبتها. بالنسبه للمقادير ان شاء الله راح نخليكم رابط الفيديو لاني كنت حضرتها معكم من قبل في صندوق الوصف باش تدخلوا وتشوفوا شحال تعملوا كريم شيز مع كريم شونتيي باش تجيكم الكريمه يعني مليحه ومتماسكه هذه هي. لكن انا اليوم ما حبيتش نعملها تكون متماسكه بزاف بزاف لان الزوج ديالي يحبها شويه طريه، هذه هي على بها نقصت شويه في كريم شيز. ومن بعد كما راكم تشوفوا حاولت نوزعها في المول، من بعد ما وزعتها في المول باش تجيكم الفوق تبريه هكذا، حاولوا تجيبوا ملعقه توضعوها في الماء وتمسحوا السطح تاع الكيكه ديالكم تشيز كيك هكذا باش تجي ملساء وتجيكم تلمع. ودخلتها للثلاجه تريح شويه بوغتو انا ما ريحتليش بزاف ساعتين اني راني مش نحضرها لعيد الميلاد، لكن ثم خليها من الاحسن على الاقل 6 ساعات قبل ما تاكلوها. من بعد مشيت نزين الكيكه ديالي جينواز من بعد ما بردت تماما، هنا نمشي نشربها بالسيرو. هذا السيرو ينباع جاهز شريته من ستور دولار تري، عنده نكهه رائعه يعني سواء في الطي في القهوه تضيفيه، عنده عده استعمالات ومن بينها الكيك. واذا ما كاش متوفر عندكم البنات تقدروا تعوضوه باي عصير عادي ولا تخدموه يعني كاس ماء مع نصف كاس سكر مع اي فاكهه باش يجي منكه هذه هي. المهم حاولت نوضع ثقوب هكذا ولا توضعوهم بالكودون ولا بالفرشات هكذا باش من نشربوها الكيكه ديالنا يعني تنشرب يدخل هذاك العصير الداخل. واكيد انتو كيفاش تحبيها مشربه بزاف شويه هذه قضيه اذواق. من بعد نجيب كريمه الخفق بنكهه الفراوله ونحاول نوزعها بهذه الطريقه ونضيف لها من فوق الفخاز الفراولة كذلك، يعني كل وحدة والشي اللي متوفر عندها. وزدت نعاود لها يعني الكريم كريمة الخفق عفوا الهضرة هتتلف كريمة الخفق هكذا باش من وضع الطبقة الثانية تاع الجينواز ديالي ما تقعش تلعب تكون متماسكة. ونفس الشي بالنسبة للطبقة الثانية تاع الجينواز حتى هي لازم نشربها بالشربات ولا بهذا اللي شريته هنا جاهز. وضعت ثقوب وشربتها عادة باش ضفتها كطبقة ثانية. ومن بعد نحاول نغطي الكيكه ديالي نطليها بكريمه الخفق خليتها بيضاء بدي الطريقه، نحاول نطليها غايه الغايه يعني نغطي الكيكه كامل. وبما اني يعني ما رانيش مش نزينها بكريمه الخفق يعني فقط نحاول نغطيها لانه راح نزينها بعجينه الشوكولا. المهم من بعد ما نطليها كامل كما راكم تشوفوا الفيديو راه يوضح نعاود نوضعها في دي العلبه ونخليها في الثلاجة ترتاح على الاقل واحد نصف ساعه هكذا باش نقدر نزينها. وعلاش تبطئوها في دي العلبه البنات؟ باش ما تدخلهاش الريحه تاع الفريجيدار تاع اي نكهه، توجور تبقى الكيكه محافظه على النكهه ديالها. من بعد حاولت نشكل انواع تاع الشوكولا وبنتي اللي اختارتهم هكذا باش نزوق لها الكيكه ديالها. بالنسبه لمقيمين في امريكا سالوني ما هو النوع تاع الشوكولا اللي نستعملو، نستعمل هذه الشوكولا هذه شيوها البنات من دار التري لانها تنباع رخيصه، اما في ترقة تلقاوها ثلاثه اضعاف نفسها. كاين فيها نكهتين، وحده تكون 100% كاكاو كما هذه قطعه لازم تضيفوا لها السكر، وكاين النوع الثاني حلو هذه البنات رائعه ننصحكم انكم تشريوها، هي اللي تخرج لكم يعني الشوكولا ديالكم رائعه خصوصا تاع السيليكون ما تتفتت ما والو. وهنا وصلنا الى تزيين كيكه الجينواز واللي كانت كارثه الصراحه لاني مشيت شريت عجينه الشوكولا من السوق لانه ما كانش عندي الوقت باش نحضرها وكانت ماشي مليحه خلاص 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 يعني غبنتني، حسيتها يعني يعني ماشي طريه شويه ثقيله وغبنتني بزاف. المهم ما كاشكم متعطل البنات ان شاء الله راح نحاول نشارك معكم الوصفه عن قريب في طريقتي في تحضير عجينه الشوكولا واللي تجي خفيفه ورائعه للتزيين عكس تاع السوق ما نصحكمش بها.
اما اللي خليته بيض فحاولت نغلف بيه كما راكم تشوفوا، استعملت هذه الطريقه لانه غبنتني بزاف العجينه ما تصلعش. هذه هي باختصار حاولت نوضحها بهذا الشكل ونثبتها، وما كفاتنيش كذلك يعني ما كفاتنيش باش نغطي كامل الكيكه. وقعدت نخمم حتى جبرت خطه راح نشاركها معكم كيفاش استعملتها. هذه كان الفيديو راح لي، انا حسبت راسي اني نصور ما كنتش نصور. المهم جبت هذا اللي وريته لكم، هذا الخيط ينباع جاهز، انا شريته من دولار تري لكن ما وضعتوش مباشره على الكيكه، وضعت البيبر ورق المطبخ هو اللي وضعته الاول، دورته كامل على الكيكه عاد باش وضعت هذا الخيط تاع الديكور. يجي واحد النوع ما نقدرش نوصفه لكم النوع ديالو لكن رائع، ديكور رائع. دورته عليه كامل وحاولت نثبته بهذيك لاكول مسدس هذاك تاع لاكول، وفي الاخير حاولت كذلك نشكل هكذا بابيون. يعني الفكره اللي جات في بالي هذا اللي جا في بالي هذاك النهار، وضعت ثاني كوريدات هكذا وثبتهم وجا الشكل ديالها رائع. اما هنا باش نعطيها الشكل الحقيقي ديالها مشيت ذوبت الشوكولا وحاولت نوضع هكذا النيف عينين. المهم راكم تشوفوا الفيديو، يعني هذه شفتها احسن طريقه باش تعطيني يعني نظره مليحه هذا ما كان. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها كما راكم تشوفوا. انا الصراحه مالغري نرفتني هذيك عجينه الشوكولا لكن في النهايه كنت راضيه بالشكل اللي تحصلت عليه. واعطوني رايكم البنات في التعليقات، عجبتكم ولا لا. اما بالنسبه لكريمه الخفق اللي شطت لي يعني اللي بقات حاولت ما نرميهاش، وقلت نستافد منها يعني نعملها تحليه ديسير للسهره مع الفواكه، يعني مجموعه او تشكيله من الفواكه. وكان هذا هو الشكل النهائي، زدت لها برك من الفوق شويه تاع مكسرات مطحونه وهذا ما كان. من بعد مشيت نجبد تشيز كيك ديالي من الثلاجه وحاولت نخرجها من المول، وفي الجنب هكذا طشيتها بصبعي شويه لانها كانت مازالت خاصها تقعد في الثلاجه، خليتها والى ما با ساعه ونص ساعتين، كان من المفروض من الاحسن عاد كتبات لكن انا ما عنديش الوقت. المهم هنا راح نشارك معكم، راح تشوفوا كيفاش نجبدها مباشره، يعني نحيها من القاع تاع المول ونحطها في الطبسي بكل سهوله. كما راكم تشوفوا تنحيوها فاسينمو البنات، هذه الطريقه انا صراحه فايدتني ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تفيدكم. ومن بعد مشيت نجيب هذوك اللي شكلتهم بالشوكولا، عملت كوغ، عملت ورده، يعني اشكال مختلفه حاولت نوضحهم هكذا كتزيين. المهم حاولت نزينها وخلاص باش تعطيني يعني نظره شابه في التشيز كيك ديالي. هذه هي، وكان هذا هو الشكل النهائي. وكانت هذه هي الطاولة العيد الميلاد تاع غفلك كما حنا نقولوا تاع اخر لحظه، حاولت ونفرح بنتي يعني الصراحه كانت فرحانه بزاف 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 ما تصوروش كيفاش كانت فرحانه بلانيفيرسير ديالها. وضعت هذو الكيكات والشوكولا والحلوى، يعني الشيء اللي كان متواجد عندي في البيت هذا ما كان، كنا حنا برك العائله. وهنا كنا وصلنا الى المرحله الحاسمه واللي بنتي تستناها، هذا واش تحب اكثر في العيد الميلاد انها تطفي الشموع، تموت على هذا الشيء. البنات نعملهم لها ثلاث خطات ولا اربعه وانا نطفي نشعل وهي تطفي نشعل، تحب تقول لي ماما عاودي قولوا لي اذا ولادكم هكذا ولا غير بنتي. المهم هنا طفات الشمعه الرابعه ديالها، نقولها بنتي نبغيك ونموت عليك وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنه يا رب، ان شاء الله يدخل عليك هذا العام بالهنا
الصحة والصحة ونأكد على الصحة، يعني الصحة والهنا هما الأساس في هذه الحياة. إن شاء الله يا ربي يوفي لك ما تتمني، لأنها صغيرة ورغم أن الصغر ديالها لكن عندها أمنيات في الحياة. تقول ماما خصني نولي طبيبة، ماما خصني نقرأ، عندها أحلام. نتمنى إن شاء الله ربي يحقق لها أحلامها. وأي أم أي أم نقول لها إن شاء الله يا ربي يخلي لك وليداتك وتفرحي بهم. هذه هي يعني الكلام راح البنات، يعني ما الكلام راح بوحده. المهم راكم معايا وراح تشوفوا كذلك الشكل تاع الكيكه ديالنا كيفاش عملته وكيفاش جا من الداخل. هذه هي وراني رجعت لكم جديد، وحبيت نبارطاجي معكم لي كادو تاع لانيفيرسير تاع بنتي. حاجه الاولى نبداو بها وهي تاع كادو تاع باباها، كان جاب لها هذا السنسله ان شاء الله واضحه غورميت بي بالسنسله ديالو، وعجبني بزاف بزاف بورتون هو اللي اختاره ماشي انا. فوالا هذا هو الكادو ديالو. او نمشي للكادو تاع عمتها، هذا عمتها ربي يخليها لها. في البلاد مي كنا في البلاد كانت شراتو وعطاته لي، قلت لي خليه لها نهار لانيفيرسير ديالها جبديه لها وقولي لها بلي عمتك عملته لك كادو. وكان هذا هو المنقوش اللي كانت عملته لها، يعني كنت حيدته لها عاد في لانيفيرسير باش جبته لها، قلت لها كادو تاع عمتك هذه هي. او دوك نمشيو لي كادو ديالي انا الاش بيان سور، انا اللي فضل نشيلها الاش. ماما نبداو بهادو، شريت لها هذا الفيزو عجبني، هادو كامل البنات كانوا سولد يعني كانوا بزوج ب3 دولار. هذه هي يعني ما كانوش غاليين، الا ما نشيلهاش كامل هادو شاك فوا نرفد لها حاجه. كاين هذا عجبني بزاف، عجبني الموديل، شوفوا البنات مرور كي عامل. كاين هذا الموديل تانيك، هذا السامبل من رول، شفت لها هذا. انا دائما البنات نرفد نيميرو زياده، يعني هي عندها 4 سنين نرفد لها 5 سنين الا شي صوالح 4 سنين، لكن كوم هذا 4 سنين لكن شفتو كلي كبير كلي وافي تلبس فيها عماين، حاولوا ما تجيبولهمش اللاج ديالهم هكذا باش يلبسوا فيهم. هذا تاني كوم الكغي، شوفوا الموديل من رول كيعامل موديل شباب بالا كيفاش يجي. اوكي هذا اللي تلبسهم من تحت، كنت ديجا رفدت لها من قبل وزدت لها واحد اخر. هادو انا شاك فوا نرفد لها باسكو هادو ملاح في الشتاء يدفيو، قال لي كانوا رخاص بدولار واقيلا، شاك فوا هكذا من جبرهم بدولار نرفد كي ليها كي اختها. كاين هذا ثاني كعجبني بزاف، شوفوا البنات كيفاش يجي يجي من تحت عريض موديل تاع الكبار فوالا يجي هكذا. وكاين هذا السيف به بالكونو ديالو فوالا يجي هكذا. الله وكاين هذا تي شيرت به بهذا الكونتاكو ديالو في البلون، ان شاء الله تكون سنان رجل هكا فوالا كونتاكو. في الاش هذا اللي رفدت لها في السبابيت رفدت لها هذا عجبني بزاف، حتى هو كان سولد 23 عبيته لها البنات ب3.5، هو شوفوا 23 وعبيته لها ب3.5 يعني باطل. هذا كيف كيف هذا ب20 وانا عبيته لها ب4.5، شوفوا البنات. في الاش هذا اللي عبيت لها لانه كنت شاركت معكم قبل فيديوهات وشريت ثاني كلبسه اش واحد اخر مازال ما شاركتوش معكم. واكيد هادو هي اختارتهم راكم عارفين الدراري الصغار يحبوا وهذه تانيك وهادو
هادو كامل سولد، والا ما نشيلهاش انا كامل هادو. او بيان سور هادو تاع التلوين تحبهم بنتي، شاك فوا نرفد لها شيت لها هكذا فوالا. او فروزن كريسماس تا هي كانت سولد. او هادي مليحه، هادي عجبتني كما راكم تشوفوا بلا الفابي، يعني تتعلم تخدم هكا الديكور مي تشوفوا عطي لها هنا الخير، تخدم مسايسكم احنا نقولوا بلا الفابي. هذه ثاني عجبتني. فوالا البنات، حبيت برك اني بارطاجي معكم اليوم في حياتي، يعني لانيفيرسير تاع بنتي واش شريت لها. هذا ما كان لانه انا عارفه بزاف اللي دوك تقول لي واش عملتي لها كادو، راني وريتكم واش عملت لها. نتمنى برك انه الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش كالعاده تدعمونا باللايكات ديالكم، ونقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. صح نرجس؟ قولي لهم ان شاء الله. ان شاء الله. وشنو عاود؟ باي باي. باي باي كما قلت لكم باي.